mastermind is in Atlanta to face justice for stealing millions of dollars and infecting millions of computers. Investigators captured the حمزة بن دلال هاكر جزائري مصنف ضمن أخطر الهاكرز في العالم، حيث اقتحم مواقع الحسابات المصرفية في أكثر من 217 بنكا مختلفا على مستوى العالم وحصوله على 4 مليار دولار. كما قام حمزة بالهجوم على أكثر من 8000 موقع فرنسي والتسبب في غلقها، وتسبب في خسارات مالية فادحة للعديد من الشركات المالية، حيث كان يقوم بتحويل جزء من هذه الأموال إلى فلسطين وعدد من الدول الإفريقية الفقيرة. وفي عام 2013 قامت السلطات التايلاندية بالتعاون مع الـ FBI بالقبض عليه وتسليمه للولايات المتحدة، حيث يخضع للمحاكمة. ولد عام 1988 بالجزائر، وتخرج بجامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر مهندسا في الإعلام الآلي. عام 2008 درس بن دلال صيانة الكمبيوتر لمدة 3 سنوات، انطلق بعدها إلى عالم الهاكر وهو لم يتعد 20 ربيعا. في سنة 2013 اعتقلته السلطات التايلاندية بالتعاون مع جهاز الانتربول الدولي في العاصمة بانكوك بتهمة التورط في جرائم انترنت بتوقيفه أثناء عبور المطار، إذ تم الكشف عن كونه واحدا من أكثر 10 شخصيات مطلوبة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث كان في إجازة هناك بصحبة أسرته، وكان بصحبته جهاز لابتوب وشريحة الهاتف ثرايا تعمل عن طريق أقمار صناعية، بالإضافة إلى العديد من سيديات الكمبيوتر. ونقل حمزة إلى ولاية جورجيا الأمريكية التي أصدرت مذكرة بحث بحقه في عملية استمرت 3 سنوات، وبدوره نفى دلاج ادعاءات السلطات التايلاندية بأنه مدرج في قائمة أبرز 10 شخصيات مطلوبة لدى المكتب التحقيقات الفيدرالي. كما نفى كل الاتهامات الموجهة له من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يتابع خطواته منذ 3 سنوات. وقال بن دلاج في مؤتمر صحفي الذي عقد للإعلان القبض عليه: لست مطلوبا ولست إرهابيا. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي للشاب الجزائري تهمة قرصنة حسابات خاصة في 217 بنكا وشركة مالية عبر العالم، كما يتهمه بجمع أموال طائلة عبر قرصنة هذه الحسابات. وأردف قائلا إنه جمع ثروة تقدر ب 3.4 مليار دولار، وأن أضعف حصيلة للسطو كان يخرج فيها حمزة ب 10 ملايين دولار. كما قام دلاج بالهجوم على أكثر من 8000 موقع فرنسي والتسبب في غلقها وتوزيع تأشيرات مجانية على الشباب الجزائري ومهاجمة العديد من مواقع إسرائيلية. كما تمكن كذلك من تسريب العديد من معلومات سرية بالجيش الإسرائيلي للفلسطينيين، وقد حاولت إسرائيل تجنيده مرارا لصالحها مقابل الإفراج عنه، لكنه رفض هذا العرض مرات عدة. التهم: اختراق 217 بنك حول العالم، الاستيلاء على 4 مليارات دولار، الهجوم على أكثر من 8000 موقع فرنسي. وتضاربت الأقاويل حول العقوبة التي سينالها الهاكر الجزائري، وقد أبرزتها بعض وسائل الإعلام بأنها قد وصلت إلى حد الإعدام، وأنه قد تم تنفيذ الحكم إلى أن السفيرة الولايات المتحدة بالجزائر جون بولوشيك قد نفت ما تردد عن إعدام الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج، مؤكدة أن الجرائم المتهم فيها لا تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأن العقوبة بالحبس النافذ هي أقصى ما يحكم به الهاكرز. وأضافت السفيرة الأمريكية أن حمزة اعترف بالوقائع المنسوبة إليه في 26 يونيو الماضي، حيث قام بزرع برامج خبيثة للقرصنة حسابات مالية في انتظار إصدار حكم نهائي خلال الأشهر القليلة القادمة.